السلام عليكم. بيقولون الهندية حسابها كان فيه 24,000 متابع بعد ما غمزت غمزة وجو عرفهم والله عرفهم واحد واحد وجو وجو يتهابدون تقول غنم يركض له وراء شعيب صاروا 2,700,000 بيومين ليه؟ وحنا حتى بساس عرفتها ولا حد بيضيفنا ليه؟ بس علموني شو أعملكم؟ شو أعملكم من شان الله مو من شاني يا أخي بدكم مرور ما سوى كذا شفتي ما سوى كذا شتمون بعد شو ما صار هيدا يومين مليونين متابع شوفيني أنا شوفيني السلام عليكم. عن هذه هندية ممثلة عرضوا جزء بس من الفيلم حقهم الجديد وتعال شوف الشعب شيلات أغاني كلها بس عشان غمزة أنتي عبرة ما يهمني مدموعك سرى حسابها في انستغرام 24,000 في خلال يوم واحد وصلت 3 مليون متابع 3 مليون خروف 24 ساعة ما يطب عين النوم كل يوم انزل مقطع كل يوم انزل مقطع وما وصلتني 200,000 وهذه في خلال بس يوم عشان غمزة وصلتها 3 مليون ليه يا خروف؟ عذرك بس الغمزة يا خروف انت وياه والله لا غمز لك بالثنتين بس اهم شيء توصلني 200,000 ها والله ما تقدر تسويها لا انت ولا الهندية اللي موصلها 3 مليون هوصلني 200,000 لانقز عينك خرفان لا بعين اقسم بالله احد تخرفن علشان عين ولا عشان غمزة اقل شيء بوسة لو انك بتخرف على بوسة ممكن عين الحب هو جزء جميل في هذه الحياة ولكن عندما يكون هذا الجزء ما تعرف كيف تتعامل معه يا اخي لا قد تتسلسف فيه يا اخي هذا قد تزعجنا نستفدنا ايه من اليوم الحب هذا ما جاء الاخبار وهذه وش العالم الناشفة ذي بعدين فاهم بعض البنات ان هذا كله تمثيل يا اخوة يرسلك رابط هذول الرومانسيين مو هو بنتهم ايش دخلني انا بعدين معلش هم يستخدمون فرد حولنا رشاشات احبس الحيوانة بعدين يا قرد يا اخي تحسس انك تحب وتمخ نص البنات باقات هذه حقت بغتيات هذه حقت مكالمات هذيك تجيب لي هدايا وهذيك تعطيني فلوس على كيفك يا هو يا بلاير اهدى من كذا طيب دفلنا والله معليش والله تيكن بعض حريم المزوجين الله يهديهم تحسب زوجها بيهتم له في يوم الحب جاب حط له ورد في السرير وزي كذا سحب عليها زوجها وراح الاستراحه حرقت السرير ليش تحرقين السرير وقفت سوق العمل Thank you.
مهديتو مهديتو.